رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل المشاهدين في كل مكان، ودائما يعني بساطة الاشياء احنا بنقدر نشكلها او نغيرها او نوظفها تكون هي مناسبة لظروفنا. ودائما في اشياء تانية بتؤثر علينا في حياتنا بصورة كبيرة، بتؤثر على الاخرين. على سبيل المثال الفنون المختلفة، ومن الفنون المختلفة يمكن في الفن التشكيلي وفي هندسة المعمار، وفي اشياء كثيرة جميلة احنا بنقدر نوظفها بفكرة معينة، بطريقة معينة، بإلهام معين، لأن هي تناسب الوضع الحالي وتكون في نفس الوقت جميلة تلفت الأنظار. حابين أن نتحدث في هذه المساحة عن واحدة من الفنون الجميلة المميزة مع الباشمهندس، خلونا نقول جويرية إسماعيل الأسهري محمد. هي مهندسة معمارية وفي نفس الوقت عندها علاقة بالفن التشكيلي وغيره. الفقرة هنتكلم الجمع بين الفنون المختلفة. داخل الاستوديو معنا الباشمهندس جويرية. جويرية صباح الخير عليك. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اهلا. طبعا عادة كده بتصحي بدري ولا موضوع صحة الصباح ده الليلة صعب شوية؟ على حسب كفنانة تشكيلية. على حسب. طيب جميل، انت مهندسة معمارية، فالرغبة الحقيقية وانت صغيرة كمهندسة معمارية هي نابعة من نوع من التشكيل؟ لو جينا انه اشكال الفن التشكيلي فيها الرسم والنحت وفيها ايضا الفن المعماري، فعايزين نشوف المسجد كيف كان. طيب يلا، هو الاثنين بيحتاجوا خلفية ابداعية. فمن زمان بحب الرسم وفي نفس الوقت عندي شغف بالمعمار، فبالتالي اخترتها كرغبة على اساس انه ادرسها. في نفس الوقت كان عندي علاقة قوية بالرسم الفنون، شاركت في معارض وكده. نعم، من زمان دي يعني قد تكون مفهومة بالنسبة لنا للمشاهدين، عايزين نعرف من زمان متين يعني بدايات جويرية تحديدا في موهبة الرسم والتشكيل كانت متين؟ يلا ممكن أقول إنها من الطفولة يعني. نعم. بحب الرسم لكن على مراحل مختلفة. في البداية كان بديت يعني برسم أنمي وحاجات بسيطة يعني. نعم. بعدين شوية شوية اهتمامي بالفنون زاد، بديت أرسم رياليزم، و كان بديت برضه اجرب الالوان شويه شويه يعني. تعرفت تعرفت على ناس اكثر، اتعلمت حاجات اكثر وكذا. نقدر نقول الرسم من منذ القدم ومن انت صغيره هو كان سبب في انك تدخلي هندسه معمار؟ ايوه. طيب جميل، احنا عارفين انه الفن التشكيلي من اجمل الفنون اللي ممكن انت تشوفي بعينك مناظر، مواضيع معينه، قضايا تترجميها من خلال الرسمه. شويه كده عندنا في السودان ما عندنا اهتمام كثير جدا بمعرفه تفاصيل الفن التشكيلي، يعني كانه مظلوم في انه هو لاقي حظه تمام. في فنانين تشكيليين مميزين جدا في السودان، ولكن السؤال الممكن نطرحه الان، الاسره يعني شويه كده لما تقول انا فنانه تشكيليه مرات بعارضوا الاسر يعني كثير جدا من المواهب اللي بتكون جوا الانسان، فهل اسرتك في فنانين تشكيليين ولا في نوع من الفنون الاخرى موجوده في البيت ده تشجعك انك تختاري المجال ده؟ في فنانين زي خالي مثلا، وفي الدعم الكبير من الاهل برضه يعني. الدعم جزء من يعني، لو ما دعم اهلي صراحه انا ما كان وصلت ولا كان واصلت في الرسم بالطريقه دي. فمن البداية كان تحدي من الوالد انه عايز اشوفك ترسم ناس حقيقيين غير الانمي، فكان دي واحدة من الحياة اللي خلتني اتغير وامشي لقدام. نعم. فهو دعمه قبل الجامعة وبعد الجامعة وخلال الجامعة خلال دراستي يعني، انه بسببه انا قدرت اوفق بين معمار والرسم. شوية شوية دخلت في معارض، وقبل سنة او قبل مش قبل سنة قبل كم شهر تقريبا عملت اول معرض، وهم حقيقي يعني كانوا الداعم الاول ليا في الحاجه دي يعني. بدونهم بجد انا ما كنت اقدر اعمل. دعم الاسره دائما كبير جدا، انه نموا الموهبه منذ الطفوله. طيب جوهرية، ما بين يعني في ناس بتحب ترسم بقلم الرصاص موهوبه جدا يعني، بتشكل لك لوحات جميله، وفي ناس بتحبز الالوان، ما بينهما ايهما افضل بالنسبه لك؟ حسب الذوق يعني. الاثنين نقدر نقول انه انت موهوبه تماما فيهم. لا، انا بديت بالرصاص وتمكنت اكثر من الرصاص. ترتاحي اكثر في الرصاص؟ برتاح بشري. لكن الالوان بديتها قبل سنتين ثلاثه، والمعرض اللي عملته حتى كان بالاكريليك، كان اول تجربه، مش اول تجربه لكن يعني اول تجربه حقيقيه كبيره بالالوان. راح ما دام نخوض في تفاصيل، مرات بقول لك الشاعر ده بيجي بالالهام كذا انه يكتب الكلمات. في معظم الفنانين يعني الفن اللي بيحتاج لجو كذا
ظريف عشان يستعيد فيه ذاكرته. احنا عايزين نسألك سؤال مباشر، بضغوط الدراسة بتاعت الفن بتاعت المعماري يعني الهندسة المعمارية، بتين بتلقي نفسك انك تنفسي عن كل الضغوطات اللي بتجيكي دي عشان تحوليها في شكل رسومات يعني؟ يلا معمار هي اصلا تساليم كتيرة، ضغط وتقييد في الزمن وشوي، يعني لما نقول لك نحن بنصبح او كده بالجد يعني بنصبح، ففي ضغط كبير، وبيكون دائما عندنا يعني رغبة ان احنا نطلع من التقييد ده، فبنحب نرسم كتير لكن ما بنلقى زمن، فبنحاول بس يعني نوازن بين الزمن بتاع القراية والشغل والتساليم وكده وبين الرسم. يعني ممكن انت اثناء المذاكرة يعني تجيكي فكرة انه بس تقومي ترسمي حاليا؟ حصلت كتير. لكن بتدعم صح، بتديكي دعم لانك انت ترجعي للمذاكرة بشكل متاح. اي بكون ضيعت زمن، لكن لما ارجع برجع بمزاج. طيب علاقة المعمار بالفن التشكيلي شنو يا جماهيرية؟ علاقة معمار انا بالنسبة لي كانت التصميم الداخلي. يلا انا بحب التصميم الداخلي شديد، وهو حتى من الحاجات اللي خلتني اختار معمار كدراسة على اساس انه واصل في التصميم الداخلي. والتصميم الداخلي يعني بيحتاج لوحات ممكن يكون في قطعة فنية في الفراغ اللي انت بتصممه تكون هي الفوكال بوينت بتاعت التصميم، فعشان كده. طيب باشمهندس، يعني انت ذكرتي انه الضغوطات كثيرة عندكم في هندسة المعمار، زيادة على كده لما تلقي وقت مناسب كده في الجاب بتحاول انك ترسمي، ده كيف تأثيره على الأسرة وعلى علاقاتك يعني أهلك زياراتك أو كده، يعني ما بيشكو من الحكاية دي؟ في اللحظة دي بحاول يعني أنت بتحصري نفسك في وقت الغاب عشان ترسم وتنفس فيه؟ لا ما دايم. ما دايم، هي يعني فترات بكون عايز أرسم لكن في أولويات تانية، يعني مرات بدي أولوية للأهل، مرات بدي أولوية للرسم، حسب يعني. أولوية للبيت أهم حاجة، الوالدة هي موجودة معانا لغاية لو حاولتي تزورها كده هي موجودة ممكن نسأل يعني. جميل. طيب يا جواري، يعني أنت ذكرت أنك شاركتي في معارض، إحنا عايزين نعرف مشاركاتك في المعارض تحديدا، وأهم مشاركة كانت بالنسبة لك؟ أهم مشاركة، أهم حاجة في الجامعة إني دخلت جمعية في الجامعة اسمها أرحكتورا. يلا هي مجموعة كبيرة من الفنانين من الجامعة هندسة ومعمار، فكان يعني يعني التفاعل بين الرسامين والفنانين. هنجي للتفاعل بس نعلق على الصور، شكل من الرسومات نماذج يعني، نجيب عن كل صورة يعني. نجيب شوية يعني خلاها تدينا يعني. هل دي من خيالك أنت معلش يا لينا ولا عموما من صور حقيقية واقعية؟ من صور. الصورة الثانية كنترول. يلا الرسمات دي كلها مدتها أخذت حوالي من ساعة ونص لساعتين. هو كان في الموضوع أصلا بدايته أنه بدأ تحدي أنه أنا أخلص الرسمة في حوالي ساعتين وأرسم حاجة قدامي من غير أي خطوط أو مربعات، أو المهم يعني أني أنقل الحاجة دي بعيني. فكان تدريب أنه يعني أقدر أنقل الملامح، أيضا كله بالرصاص، أنه أنا عايز أنقل الملامح بدون ما أدقق في التفاصيل شديد. في رسمات تانية دققت عليها في التفاصيل بتاخد أكثر من 10 ساعات 15 ساعة، وفي حاجات أكثر من كده. طبعا عايز أقول لك إنه الزمن جميل يعني من ساعة لساعتين، ما تخيلت إنه ممكن تصل 10 ساعات. لا بتصل أكثر من كده بكثير. يعني ممكن أقعد في الرسمة 40 ساعة، لكن عشر متقطعة بتكون متقطعة، تبدأ الرسمة بتمشي يعني 3 4 5 6 ساعات قاعدة تانية كده. طيب كيف يعني احنا بنشوف انه الرسمه، قلنا الفن التشكيلي عموما، وده هسه الرسم من اجمل الفنون اللي ممكن تترجمي بها قضايا على ارض الواقع، شنو من القضايا اللي ممكن جويريه تتطرق لها من خلال الرسومات يعني؟ اكثر حاجه ممكن تكون مؤلمه وعايزه تحكيها للناس عشان توعي. ممكن احكس المشاعر من الملامح بتاعت الوجه عموما، ذات الاضاءه بتاعتها مثلا، اذا كانت لون، اذا كان لونها غامق او كده، الالوان ذاتها بتحكس، ممكن تحكس معنى من الملامح، الالوان، الحياه دي كلها بتحكس في الرسمه، تديك يعني رساله. يمكن احنا قبل وقفنا في اهم مشاركه، وانت قلتي اهم حاجه وقاطعناك عشان نشاهد يعني جمال لوحاتك ويبدا اناملك يعني، فواصل الحديث. طيب يلا، كان انه انا دخلت الجمعيه دي، فالتفاعل بين الناس كان من الفنانين هناك يعني حقيقي، يعني بديك فكرة كبيرة شديد. يعني إذا كنت أنا مثلا برسم في الرصاص بس، وشوية شوية برسم ألوان موية، بلقى زول تاني في ألوان الموية ممكن خالص، بلقى زول تاني بيعرف لي ألوان الأكريليك، بلقى زول تالت بيعرف لي ألوان الزيت. فالتفاعل والخبرة والمعارض اللي احنا عملناها مع بعض والورش والنشاطات عموما، الحياة دي بتديك يعني
مساحة كبيرة انك تمشي لقدام في الرسم، بتخليك حتى تواصل وتكون حافز انك تمشي لقدام. المنافسة بيناتهم كده. جويرية عموما في الفنون، يعني لو كان الغناء كأقرب مثال، يعني ممكن نضرب بهم مثال الآن، في اتحاد معين بيرعى الفنانين، يعني بيتعلموا منه لأنه في مجايلة، في فنانين عندهم المعرفة بالفنون الثانية أو كذا، في الإعلام مثلا المذيعين السابقين أو كذا، فهل في جزء معين كذا ممكن تنتمي له جويرية عشان تتعلم كل التفاصيل دي وتشيل وتنهل من معين الجسم دول لسه يعني؟ حاليا لا، لكن ممكن الزول ياخذ العلم من اي مكان، من اي زول انت بتحتك به وبتتعامل معاه، ممكن تستفيد من خبرته وتستفيد من فنه وابداعه. يمكن معانا بعض الصور الرسومات اللي عايزين نشاهدها. دي رسومات شنو استخدمتي فيها شنو؟ دي تحديدا بالاحبار والوان الاكريليك، واستعملت برضه فيها القواش. شنو يعني التجسيد ده؟ بحاول اجسد المباني وانعكاسها على البحر يعني بالوان مختلفه. اديت المباني لو لاحظتوا بدت بالاحمر بعدين البرتقال والاصفر لغايه ما وصلت تدرج الالوان. ايوه تدرج الالوان. حاولت الجزء اللي بفوق ده هو فضي بيلمع في الحقيقه بالظاهر في الصوره الرمادي، والجزء البنفسجي برضه فيه لمعه خفيفه. النجوم عملتها بجليتر، والمباني كانت باسود، والتدرج بتاع الالوان وظاهر الانعكاس بتاع المباني في المويه. دي شاركتي بها في المعرض؟ المعرض كان مجموعه من اللوحات، هو اول معرض فردي. لوحه جميله كده نعلق عليها. نعلق على برضه استخدامك لها الوان او كذا. طيب دي الله اللي بيميز القطعه دي تحديدا انه فيها تكشر، يعني اذا هبشت حتلقى الورود طالعه شويه 3D. هي بروز. ايوه. الالوان كانت بالنسبه لي مهمه شديد، يعني اول مره استعمل بنفسجي واصفر وبرتقالي في نفس اللوحه، فكان يعني الخلط الدمج بتاع الالوان في اللوحه دي كان كويس شديد يعني مميز بالنسبه لي. انت بتخافي انك عندك جراءه يعني تخوض تعمل الوان لاول مره تتعامل كذا، بتخافي يعني من رده في الناس البداية ما كان عندي. ولا احساسك الطبيعي انك ترسمه كذا يعني؟ لا في البدايه ما كان عندي، اول فتره انا كنت بعمل لوحات ما الالوان اللي بختار بحاول قدر الامكان انه اخليهم في رينج معين، لكن يعني مؤخرا بديت يعني ما بخاف من اخبط اي لون. يعني بتقدري تصنعي الالوان انت بفكره معينه في راسك للوحه معينه؟ ايوه الالوان بتاع الحجر كثير. جميل. طيب ده برضه انعكاس صح؟ دي برضه مباني. مباني. طيب. بس ما انعكاس، هي شارع. طيب. بتشبه دي. طيب. صراحة يعني حقيقة جميلة، لوحاتك يعني ما شاء الله جميلة جدا. يعطيك العافية. ويعني وفيها حسي حسي جمال اللوحة دي وجمال المباني ذاته حاجة في غاية الروعة. يا سلام. طيب يا جويرية، بكل الجمال ده شايفينه الآن في الصورة اللي بتظهر على المشاهد الكريم عبر صباح الشروق، يعني كيف ممكن تسوق لها؟ ولا أصلا هي محصورة فقط للمعارض الممكن تجي مستمرة دورية، ولا ممكن تباع يعني؟ فخلاص أنت بقيتي فنانة تشكيلية عندك حسك الفني، بعدها ممكن تلجئ إلى جانب آخر عشان تجدد طوالي، فهل بتتعاملي بموضوع التسويق ولا بتظل محتفظة بلوحاتك يعني؟ التسويق كان وقت المعرض بس، لكن بعد المعرض انشغلت شوية بالجامعة فوقفت التسويق في الوقت ده. عندك منصات تواصل اجتماعي بتعرض على لوحاتك بتخلي الناس تستمتع بجمالها؟ ايوه في الفيس وفي الانستغرام وتقريبا بس. باسمك؟ ايوه. لقيت تفاعل كبير من المتابعين؟ صراحة محتاجة اعلان. على صباح الشروق الان يعني ادعموا. أيوة. بما انك شفتوا الجمال الموجود الان في اللوحات الظاهرة على على الصباح، يعني ممكن تدعموا جويرية وتحقق انجازات ثانيه وتشوف جوانب ثانيه من الفنون، يعني فنون الفن التشكيلي. يعني احنا بنتكلم الان في مرحله البناء يعني في السودان، فاي فنان عنده دور المجتمعي، فالفنان التشكيلي ممكن يجسد ملامح البلد الزاهيه عشان يحكيها للعالم برا. يعني شنو، هل ما عندك خطوه كده شويه كده تجسد الملامح السودانيه، سواء كان في شخص الانسان السوداني او الموروث الحضاري، يعني الاثار بتاعت السودان؟ ايوه المعرض الجاي ان شاء الله هيكون موضوع عن السودان ان شاء الله. هترسمي شفافينا شويه كده هتعملي فوش؟ اي عايزين نعرف. ما حددت يلا، هو اذا كان رصاص غالبا حرسم ملامح سودانيه. أيوة. اذا كان بالالوان هحاول انه ادخل في حاجات اعمق من الملامح السودانيه، يمكن التراث بتاعنا او كده. لانه الالوان بتدي شويه مساحه للابداع. بتدي مساحه جماليه. طيب بالنسبه للمعرض اللي انت شاركتي فيه، يمكن هو جاء بعنوان زينه. ايوه حدثين عن العنوان ده يعني. طيب يلا، هو زينة اخترت الاسم على اساس انه المعرض عنده علاقة بالتصميم الداخلي، حيكون عبارة عن لوحات،
فاللوحات دي حتكون زينة في المكان اللي هي حتتخطى فيه، واللوحات حتى ما كان عندها موضوع معين لكن كلها ممكن تتعلق في المباني، وتبنيت المواضيع الطبيعية هي المباني الورود أو الحاجات التجريدية برضو على أساس إنها تتعلق طوال. جويرية في مراكز معينة أو دور عرض عشان الفنان التشكيل أو أي فنان آخر ينشر فيها إبداعه ويعمل معرض مفتوح يدعو له كل الحضور يعني أو المشاهدين يعني، فهل في معارض أو جهات معينة ممكن ترعى الجويرية يعني، وكيف بتتواصل معهم يعني؟ المعرض الأول ده عرض وين، وهل ممكن تكون في شراكة تانية مع معارض تانية أو دور تانية؟ المعرض الأول كان في بيت التراث. المعارض اللي فاتت اللي كانت مع الجمعية كانت في الجامعة، وجزء منها برا الجامعة يعني مناشط مختلفة. المعرض الجاي ما خططه، لكن احتمال كبير يكون في المركز الفرنسي. جميل. لكن في يعني معارض كثيرة زول ممكن يعني يقدم فيها شغل. جميل. جوهرية كل فنان بيكون يعني متأثر بشخصية معينة، ما دائما لكن في اغلب الاحيان انه بتاثر موسيقي بتاثر بموسيقي عالمي او محلي لكنه متمكن. جوهرية يعني بما انت اثرت من الفنانين التشكيليين او اللي عندهم علاقه بالرسم؟ زمان في الثانوي هو فنان ياباني تقريبا برضو عالم فلك اسمه كاجايا. كاجايا يلا الفنان ده لما شفت رسماته، هي عباره عن فن رقمي لكن رسماته كانت بالنسبه لي يعني حاجة بعيدة بجد. كان إبداع، فأنا كنت بشوفه وعايزة أعمل حاجة زيها. فإني أشوف حاجة بالمستوى ده في يعني في الفترة بتاعت الثانوي كان بالنسبة لي دافع كويس شديد إن أمشي لقدام في السنين اللي بعدها طوالي، فده خلاني أمشي بطريقة شوية سريعة إنه أتطور سريع في الرسم. ولد خليه وصلتي ولسه حتواصلي إن شاء الله يعني بالإبداع اللي إحنا شاهدناه ده. بس السؤال برضه مهم، هترسمين أنا وحمزة بدي؟ أكيد. منتظرين غايته. منتظرين الرسومات. في جويرية بيت شعر بيقول يعني النمل تبني قراها في تماسكها والنحل تجني رحيق الشهد اعوانها، يعني انت براكك وانت ما شاء الله المعرض ده برسوماتك القديمه والجديده، فدي حاجه مميزه شديد. هل ممكن برضه في المعرض الجاي نشوف جويرية ومع رفقات جيله من اخواتهن يعني في نفس المجال، ولا فقط انت حابه تعرض بس رسوماتك يعني؟ يكون في شراكه بينك وما بين وحابين نعمل معارض سوا بالجمعية يعني برا الجمعية في فنانين عرفتهم وعايزين يعني متفقين نعمل معارضنا الجاية تكون سوا إن شاء الله. طيب المعارض دي يعني إحنا عايزين الاختلاف، فهل بتتفاكروا أنتوا يعني في اللوحات اللي بتعرض تكون دائما مختلفة عشان تلقى التناغم الكامل يعني بينكم ما بين الفنانين؟ هل بتتناقشوا مثلا اللوحات دي يعني انت المعرض الجاي يعني صحيح المعرض الجاي حيكون عن السودان سواء كان ملامح او اثار، فالفنان اللي بيعرض معاكي هو بيكون عنده نوع ثاني راسمه يعني، فهل قاعد تفكر في الحاجه دي؟ لأنه متاكده منه انه كل زول عنده ستايل وبراءه وعنده طريقه تفكير وعنده الحاجه اللي حابه يعرضها، عنده الحاجه اللي عايز يعرضها حتكون مختلفه عن حاجه بمزاجه. ما بمزاجه شديد لكن يعني حيكون في موضوع مشترك يعني حيكون في سيم واحد للمعرض كله، لكن كل زول حيعبر بطريقه مختلفه. احنا يعني بنتمنى لك التوفيق يا جويرية يعني، ويعني نشوفك فنانة تشكيلية سودانية عالمية قريبا، ونتمنى انك في المعرض الجاي زي ما ذكرتي تحاول تشكل الملامح السودانية المختلفة، لانه السودان بيستحق يعني من الشباب زيكم وكل الشباب في البلد انها هي تحاول يعني تربط ما بيننا وبين الاخرين ولو بالفنون بالاشياء الجميلة دي. وهننتظر دعوة المعرض ان شاء الله قريب عشان ما نجي نشاهد الصورة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك على باش مهندس جوارية إسماعيل الأزهري محمد، مهندس معماري وكمان فنان تشكيلي، شكرا جزيلا لك. يديك العافية. حتتلومي كثير لو ما حييتي الوالدة، دائما دور الأم عظيمة جدا، هي بتكون معاكي في كل مناسباتك. هي موجودة معنا عيان داخل الاستوديو ونحن نرسل لها السلام. ما للوالدة بس للوالد برضه والأخوان والأخوات وكل الأصحاب اللي دعموني في الحاجة دي، وبرضه تحية للفنانين اللي ساعدوني زي عثمان إدريس والفنان يعقوب، كمية من الفنانين يعني لهم دور في المسيرة. نعم. ما يعني ما قاعدين نقول لك أرسمينا يا جويرية ولا بيقولوا كثير طوالي صح؟ إذا رسمتيهم كثير رسمت جزء يعني هاي ما كلهم ما أدري أحقق لهم رغبتهم شيء، ظلوا يدعموك لغاية لا يعني هو الرسم يعني مع معماره كذا شوية صعب. ربنا يوفقك إن شاء الله. جدا. شكرا جميلا لك. طيب من التشكيل